يا مساء الخير مشاهدينا الكرام، أجمل تحية لكل متابعي روتانا خليجية ومتابعين برنامج سيدتي. حلقة جديدة طبعا اليوم متنوعة، من بينها أننا مشاهدينا بنتكلم عن زيادة نسبة الغرق عند السيدات، إلى جانب مواضيع أخرى نتعرف عليها تباعا من خلال سيدتي. أما الآن أنتقل إلى جدة، سأمسي وأسلم على خلود وعلى جميع بالخير، نتعرف على فقراتهم لليوم. مساء الخير يا خلود. إذن بانتظار أن تكون خلود معنا. إذن مشاهدينا بانتظار أن إن شاء الله تجهز طبعا زميلة خلود في جدة بانتظارها، لكن مشاهدينا بشكل عام طبعا بعد قليل ستنضم إلينا أيضا زميلتين خلود وفرح. فرح بتكلمنا اليوم مشاهدينا عن أهمية تعلم لغة ثانية بالنسبة للإنسان، إضافة إلى فقرة أخرى نناقش فيها أضرار التسمير، تحديدا التسمير الذي يكون بعيدا عن استخدام أي واقي من الشمس، والتسمير الخاطئ بالأصح مشاهدينا، سواء عن طريق الشمس مباشرة أو غيرها أو طبعا الوسائل الحديثة مشاهدينا. لكن طبعا قبل البداية نذكركم دائما متابعة حلقات سيدتي على الشانل الخاصة فينا على اليوتيوب، وطبعا لا تنسونا من التفاعل من خلال صفحتنا على الفيسبوك وأيضا حساباتنا على كل من تويتر وإنستغرام. والآن مثل ما تعودنا ناخذ جولة سريعة مع العناوين. في سيدتي اليوم، تعلم أكثر من لغة من شأنه تأخير شيخوخة المخ، لقاء مع الكاتب بسام فتيني، تقنيات جديدة للحصول على ابتسامة مشرقة، ظاهرة حمامات التان والبرونزاج والسولاريوم وأضرارها على البشرة، مواقع التواصل الاجتماعي وأبرز مواضيع موقع سيدتي .net، حوادث الغرق وزيادة نسبتها عند النساء. إلى مشاهدينا الآن طبعا صدر العدد الجديد من مجلة سيدتي لهذا الأسبوع، مثل ما احنا شايفين على الغلاف النجمة التركية نورغول شلشي والشهيرة بياسمين في العالم العربي، صرحت عبر سيدتي: أنا وزوجي السابق متفاهمان أكثر مما كنا ونحن متزوجين. إضافة مشاهدينا إلى أن 25% من الرجال يرغبون في الزواج من دون حب، وبحسب آخر الدراسات الرجل يتنازل أكثر من المرأة في العلاقة الزوجية. كيف وما هي الأمور التي يتنازل عنها الرجل؟ تعرفوا عليها من خلال هذا العدد. ومن آخر الممارسات الاجتماعية الغريبة التي طرحناها للتحقيق في سيدتي كانت غرائب شراء المحبوب بالمال وبالشعوذة والطرق المحببة. ومن زرقة البحار مشاهدين اخترنا لكم مجموعة من أجمل أزياء الصيف لكل يوم، وطبعا سيدتي الكريمة تبضعي عبر صفحات مجلة سيدتي واختاري ما يناسب بين الإكسسوارات والأزياء من دور الأزياء العالمية، ثم توجهي إلى السوق لاقتنائها. أما في صفحات الديكور، شدى أبو بطين تكشف عن براعة المرأة السعودية في عوالم الهندسة الداخلية. مشاهدينا طبعا كل هذا وأكثر تتابعونا مشاهدينا في صفحات جمال وأزياء، نجوم وأضواء ولايف ستايل في مجلة المرأة العربية، لأن سيدتي عالمك في مجلة. إذا مشاهدينا مثل ما ذكرنا هذا فيما يخص العدد الجديد من مجلة سيدتي والذي هو حاليا في الأسواق. أما الآن نتابع مع جولة مع أبرز الأخبار من الصحافة السعودية، والخبر الأول بعنوان: خادم الحرمين يوافق على تصنيف ورفع تصنيف بعض البعثات. في التفاصيل، صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على قرار مجلس الخدمة المدنية والمتضمن تصنيف ورفع تصنيف بعض البعثات ضمن جدول تصنيف الدول حسب فئات بدل التمثيل الدبلوماسي وجدول القيمة الإيجارية للوحدات السكنية للعاملين في الخارج. دائما طبعا في اهتمام بالبعثات والمبتعثين. أما الخبر الثاني مشاهدينا فهو بعنوان: سعودي يدعو 200 من أصدقائه للاحتفال معه بتميز زوجته العلمي. في التفاصيل، احتفل مواطن سعودي بتفوق زوجته وحصولها على جائزة وزارة التربية والتعليم للتميز على مستوى المملكة في الإرشاد الطلابي، فيما كسر المواطن أحمد الغامدي قاعدة السرية ووزع دعوة على 200 شخص، مؤكدا فخره الشديد هو وأبنائه الأربعة بتفوق زوجته فاطمة بنت صالح الغامدي وحصولها على الجائزة، وذلك على مستوى المملكة. إذن ألف مبروك لها ولا، وفعلا كفو أحسنت. الخبر الثالث مشاهدينا بعنوان: توفر عدد من الوظائف النسائية في السجون. أما التفاصيل، فقد أعلنت المديرية العامة للسجون عن توفر عدد من الوظائف النسائية، وهي ملاحظات عسكريات برتبة جندي
بسجون في عدد من المحافظات. وأوضحت الإدارة أنه سيتم استقبال طلبات الراغبات من خريجات الثانوية العامة خلال الفترة من يوم غد الاثنين وحتى يوم الخميس المقبل عبر بوابة التوظيف في موقع وزارة الداخلية. إذا مشاهدينا هذه كانت أبرز الأخبار الصادرة اليوم في السعودية، لكن نتابع ما جولة مع أهم الأخبار العالمية والتفاصيل في التقرير التالي. أسبوعيا في فقرة انترناشونال نيوز، أغرب وأطرف الأخبار من حول العالم نستعرضها سويا. والبداية مع الطالبة البريطانية التي تصاب في وقت الامتحانات بحالة من التوتر توقف أعضائها الحيوية عن العمل وقد تؤدي إلى موتها. هذه الفتاة تعاني من متلازمة أديسون وتظهر أعراضه في وقت الإجهاد والتوتر، ويؤدي إلى تعرض المريض إلى التقيؤ والغيبوبة، وإذا لم يتلقى العلاج السريع قد يؤدي إلى الموت. ووصف الأطباء حالة جينيفر لويدز البالغة من العمر 17 عاماً بأن خوفها من الامتحانات يؤدي إلى تفاعل جسدها بطريقة غريبة، فبدلاً من إنتاج الأدرينالين لمواجهة القلق والتوتر فإنه يتفاعل من خلال إيقاف أعضائها الحيوية عن العمل. إلى الخبر الثاني ننتقل، حيث كشفت وسائل إعلام بريطانية عن المرأة صاحبة أكبر عائلة في البلاد، وقالت إنها حامل بطفلها 17 في حين أن ابنتها الكبرى تنتظر مولودها الثاني. وتدير هذه العائلة مجموعة من المخابز في المدينة، وأنهم مكتفون ذاتيا ولا يتلقون أي إعانات من الحكومة البريطانية. إلى أمريكا ننتقل، حيث وضعت امرأة وهي في غيبوبة طفلها بصحة جيدة في الموعد المحدد لولادته بعملية قيصرية في حالة تعد نادرة في عالم الطب. وكانت المرأة تعاني من وجود ورم حميد في رأسها، اضطر الأطباء إلى إجراء عملية جراحية لاستئصاله، لكن كارلتون دخلت في غيبوبة نتيجة هذه العملية إلا أنها لم تفقد وعيها بصورة تامة. وقال الزوج إنه سيحاول كل ما كان ممكناً تقريب الطفل منها ووضعه على بطنها وصدرها على أمل أن يساعد هذا على خروجها من الغيبوبة. إلى الطفل الذي تسبب في احتجاز والده بين دولتين بسبب الشخابيط على جواز السفر نأتي على ختام التقرير، حيث تسبب طفل صيني في الرابعة من عمره في احتجاز والده بسبب الرسم على جواز السفر أثناء رحلة لعائلته من الصين إلى كوريا الجنوبية، فلم تسمح سلطات المطار للأب بالسفر، وقد قام هذا الطفل برسم بعض الرسوم لأشخاص وحيوانات كما أدخل بعض التعديلات على وجه والده. وانتشرت صورة جواز السفر على شبكات التواصل الاجتماعي الصينية بواسطة الأب المعروف باسم شين، حيث يتوسل طالبا المساعدة. وعلى الأرجح سيقضي الأب الصيني بقية إجازته ممسكا بهاتفه وعلى اتصال بالسفارة الصينية. إذا مشاهدينا بعد هذه الجولة اسمحوا لنا نطلع فاصل قصير ونرجع نستكمل فقرات سيدتي لليوم، ابقوا معنا. متفوقة معها والطموحة معها، أنت السعيدة معها، الرابحة معها، معها أنت الشابة الدائمة. سيدتي، سيدة المجلات العربية. سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. في سيدتي بعد الفاصل، تعلم أكثر من لغة من شأنه تأخير شيخوخة المخ.